أصل مديرية محررة بالكامل، رسميا أعلن ذلك قائد اللواء 35 مدرع العميد عدنان الحمادي، وهو ما حدث فعلا على الواقع. نحن الآن في منطقة الشرف، هي آخر مناطق مديرية أصل باتجاه مديرية دمنة خدير. هذه هنا مديرية دمنة خدير التي فرت إليها الميليشيات الانقلابية، وهي حاليا مركز عمليات للميليشيات في المنطقة. المديرية بالكامل تحت سيطرة الميليشيات، لكن قوات الجيش الوطني تقول أنها الهدف القادم للجيش بعد تحرير مديرية الصيل واستكمال تمشيط الجيوب التي كانت متبقية للميليشيات الانقلابية. في هذه المديرية يتواجد الخط الرئيسي الذي يربط بين محافظة تعز والعاصمة المؤقتة عدن. إذا ما استكمل الجيش الوطني أو اقتحم هذه المديرية وسيطر عليها، ستكون خطوط إمداد الميليشيات الانقلابية نحو جبهات حيفان والأحكوم والمفاليس وجبهة كرش ستكون تحت سيطرة قوات الجيش الوطني. هنا في الناحية الأخرى مديرية صبر الموادم في جنوب شرق مدينة تعز هي تحت سيطرة الجيش الوطني، وهناك الجيش يحرز تقدم باتجاه منطقة الزيلعي، الخط الذي يربط بين مديرية دمنة خدير ومديرية صبر الموادم. وهنا مديرية سامع هي أيضا تحت سيطرة الجيش الوطني ولا تواجد للميليشيات الانقلابية فيها. إذا كما أعلن قائد اللواء 35، أصل مديرية محررة بالكامل وأصبحت مديرية دمنة خدير الهدف القادم للجيش الوطني. فواز الحمدي، قناة بلقيس، من أطراف مديرية الصلب باتجاه مديرية دمنة خدير تعز.